أخيرا بنسأل عن مشاركتها في المسلسل اللي هيتم تنفيذه عن شخصية برلين من وحي نجاح لكازا دو بابيل. في الحقيقة الآن لقد انتهينا من كاسا دي بابيل، انتهينا من المسلسل كله بالكامل، ولكن سوف يكون بزملائي في هذا العمل قد نشارك في مسلسل برلين، ولا أستطيع أن أقول متى سيبدأ الإذاعة لأول مرة، ولكن أعتقد أن ينقصها القليل من الوقت حتى يتم عرض هذا المسلسل.